ذا ميكس. مرحبا بكم في موعد جديد من زون ميكس خاص بنهار الخميس 16 ماي 2024. دونك معكم اسلام مدب في التقديم، عليا باشا في الاخراج، وميمة جبالي في الاعداد، سليم في الاخراج الرقمي. زون ميكس تنجموا تتابعونا لما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، وتتابعونا ايضا من خلال موقعنا راديو اكس بريس اف ام بوان كوم، وتشاهدونا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ. تلقاوها بدايه وتسويت على صفحتنا اكس بريس اف ام في فيسبوك، الصفحه ايضا اكس بريس اف ام في يوتيوب، والصفحه الخاصه بالرياضه في فيسبوك اكس بريس سبور. نحكي على اخر تطورات في الكره التونسيه مع ضيوفنا اليوم. يحترم معنا سامي العروسي، مرحبا. مرحبا بسلام، مرحبا بالاخوه اللي معنا، وان شاء الله تعدي حصه حلوه. مختار دبوس، مرحبا. مرحبا بك سلام، مرحبا بضيوفك ومستمعين اكسبريس اف ام، وان شاء الله حصه باهيه في غياب احمد الصالحي وحضور مروان تاج. ايضا يحظى معنا مروان تاج، مرحبا. مرحبا سلام، مرحبا بالاخوين مستمعين اكسبريس اف ام. كمان بخليك، باش نقدمك انت قلت لي المواطن كمان. صالحي غايب، ما عنده صلاة الجمعة، دونك يحضر، دخل في ستاج الغدوة. نحن قباط. باهي، باش نبداو حديثنا على اكيد مقابلة الترجي التونسي والاهلي المصري. اليوم كان بدا بيع التذاكر كالعادة، فوضى في عملية البيع نتاع التذاكر ومناوشات بين الامن والجماهير. خلينا نبدا معاك سامي، ظهر لي شفنا قبل ما نحكيو على العنف، لكن البارح مشاهد مؤثرة جدا من جماهير الترجي. البارح من 10 نتاع الليل العباد بايتة قدام الستاد تستنى في الجيشية تحل، 7 نتاع الصباح. مهمة مستحيلة، انت صعيب، امبوسيبل باش تحصل على تذكره، صعيب صعيب في عدد نتاع يعني في 9000 تقريبا في دور نهائي باش تاخذ تذكره. انت تصور محظوظ اللي تحصل على تذكره، والاكيد الاكيد بيصير الفوضى، والاكيد بيصير يعني انسان عادي باش يمشي يقص تذكره ما ينجمش، امبوسيبل. اللهم كما قلت انت يبات، وإذا كان بيت شوف البلاصة باش يبيعوا فيها ولا مبيعوش، شوف النظام، شوف كيفاش، الله أعلم معناتها. أما أنا نقولها مهمة مستحيلة باش تتحصل على تذكرة في دور نهائي. الناس الكل تحمس وليتها برشا، يعني داخلة بعضها برشا، كيفاش الأهلي تاخذ 50,000 احنا ناخذ 27,000؟ شكون مسؤول؟ هل أنه الجمهور هو المسؤول الأولاني؟ حتى نورمالمون رادس يهز 50,000 ويوصل يهز 60,000 رادس، مش حتى يعني ما يوصلش يهز 60,000. هما هذيا ديما يغلطوا فيها برشا عباد، ما يهز 60 50 وفيه مشاكل سامي، مثلا فيراج الكلوب الفوقاني ما يهز الجمهور خاطر فيه مشاكل نتاع معناتها متعلقه بالبنيه التحتيه وبالهيكله، وممكن حتى يصيروا فيه حوادث، حمايه مدنيه ترفض باش تعطي الترخيص. كيف كيف فيراج ترجي من فوق ما يهز الجمهور، الدواعي امنيه كيف كيف متعلقه بالسلامه والحكايات هذه الكل حاصيله. دونك وخلي فما بارتي كيف كيف، ما عندناش ملعب في فما بارتي خليوه كيف كيف، خلينا نكمل سامي، خليوه الجمهور الاهلي معناها زاده. دونك يولي تقريبا واخذين الترجي الطاقه القصوى نتاع الملعب، طاقة القصوى 27,000. معناتها ما عندناش ملعب في تونس، في تونس في 2024 ما عندناش ملعب يهز العدد اللي حاشتنا بيه، باش حتى كان باش نعاودوا نقسموا تذاكر ولا باش نعاودوا تصير نفس المشكلة، وحتى اللي كان باش نعاودوا نترشحوا نهائي آخر باش تصير نفس المشكلة. ودون زان جور نتصور باش تولي ديزابونمون، اللي يحب يتفرج يلزمو ياخذ لابونمون نتاعو من أول العام يصرف، وكاهو ما ثماش حل آخر. مختار اللي يحكي عليه كان يحكي عليه سامي تو، مشاكل الملعب وقداش يهز الملعب والكاباسيتي وقداش عدد التذاكر، ظهر لي من الاسباب اللي ولدت العنف اللي شفناه اليوم في الملعب. وكيما ندينوا العنف بكل اشكاله، ولكن بصراحه نلوموا شويه على التعامل الامني، خاصه مع معناتها كي تصير العنف يولي تهز اللي عمل واللي ما عملش. مثلا زليم زميلنا سليم بن عمار اليوم المخرج نتاعنا تعرض لاعتداء بالعنف وهو جاي يخدم معناها بحذا الستاد، معناها شنو هي ذنبه حاجه حالات من النوع هذا؟ خلينا نسمع شويه تصريحات الساعه من الجمهور اللي كان موجود اليوم. الحقيقه فما حتى عباد كبار ضربت وناس صارت لهم اعتداءات خطيره جدا. خلينا نسمع بعد نرجع نحكيو معاك مختار. اقسم برب الكعبه من 5 نتاع الصباح باش نقص لاولادي لزوز، ورحمه بابا باش نقص لاولادي لزوز. باهي المعلوم فهمني، دزني هذاك واحد شايف راسه وفهمني، وانا عامل الزرع وعامل واحد ومريض، وكشوف يدي هاي ريتها معلم فهمني. هكا عندي توانا بريسك 10 سوايع نستنى، 3 نتاع الصباح صاحبي ضربونا بالغاز،
شويه من الناس وبرشا من الحاكم، ما فهميش رونفورسمون برشا، اربع كعبات يحاربوا في 8000 7000 طالعين صاحبي على الوحده، برشا 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 همجيه. مختار، خلينا نسالك على التعامل الامني في مثل هذه الحالات. قبل كل شيء نتمنوا الشفاء لسليم وان شاء الله هذاك حد الباس، رينا الحقيقه الاصابه ان شاء الله لاباس سليم. وبالنسبه لي انا حاجه مش جديده علينا، راهو كي نبداو نداولوا في مواضيع كيما انا كي معنا كوب دافريك نتاع تونس للمناسبات الكبيره الكل ديما الحقيقه انا عرس يفسد من تعرف علاش اسلام. ومن بعد نقولوا علاش في التيران نبداو متشنجين، في بالك التشنج نتاع التيران يبدا من توا. اللي يتم الاعتداء عليه توا راه يدخل التيران ويديرها عنده حرب. صحيح صحيح. علاش نوصلوا للتشنج؟ انا فما سؤال، والله سؤال باش نحكيه بصراحه، علاش 9000؟ حاب نعرف علاش 9000؟ 7000؟ راني كنت مفسر. انت توا حكيت فما نوم ديزابوني زاد 15000 تقريبا عندها 17000. انت باش تنحي لو دو فيراج. باش تنحي لو دو فيراج الفوق انا معاك. يا اخي ومن بعد باش يقعد يزاد زيرات. اعطيه اللي كاباسيتي هذا عرس. قلت لك فما ديزابوني زاد معناتها مش فما. معناها انت تو كي تنحي لو دو فيراج الفوق معناها باش يهز راد 27. ناكد لك حاجه، اللي مفردين تو الجمهور الاهلي. ما هو الهيكل. مد باسبورك مد باسبورك تفضل ادخل. لا ضربوهم بغاز لا حد شيء ان شاء الله. علينا المعامله امبارح في استقبال الاهلي المصري. ان شاء الله في مصر ما يدوروش. وبالريزولتا اللي باش تصير في رادس ان شاء الله المساروه ما يدوروش ويعاملوا ممثل نتصور يعاملوهم. انا باش نقول لك انا الوفود الرسمي حتى على مستوى على حتى على مستوى اللي فيزا ما نعرفش اسك صار تفاهم ونيفو اللي فيزا المساروه خذاو الفيزاوات اللي حبوا عليهم نحن باش تقدم جمهور الترجي باش ياخذوا هذه الحاجه لازم. انا قريت لي فيزا اي سون جامي ساتيسفي. انا قريت برشا في برشا مواقع متغشين ما خذاوش دي فيزا مساروا. هو طلبات مساروا من متغشين ديما تلقاهم راهو خاطر ماذا بهم يجيو 50000 دونك تلقى اللي ما خذاش ويقول لك انا كيفاش نحب نمشي. قريت انا معناتها انا لكن عندي حق فما حاجه لازم نعرفوها معناتها قال لي ديما في الماتش كمحامي نحب ناخذ فيزا. انا كلمني مصري قال لي بالدخل قلت له ما عطاوكش ندخلك. قلت له يجاوبوك في معناتها وقتاش اللعبه معناها المشاكل منا ومنا يجاوبوك جماعتين اخرين. وصلي مهما القرارات تخرج وعدد الجماهير اللي تخليهم السلطه ديما في استاد راهو كيف فما اكثر يدخل اكثر. الحقيقه هذه الحاجه اللي تطمن اللي كونه في استاد كي ترى استاد تقول هذوما راهو ما الحقيقه مختار ما راهو ثم مشكل كبير استاد توريت احنا المنظر هاكا طيحوه ويعاودوا فيه ما نعرفش يعاودوا فيه ولا راقدين. اما رادس لونتروتيان الصيانه نتاعو راهي على مدى 10 سنوات ما صارتش. راهو ثم انا مره الاخرى شفت حاجه دخت راهو ثم تشققات الفوق هذاك علاش هو يقول لك توا الحمايه المدنيه ثم جوانات ولا حاجه صحيح. مو تكنيك ما عنديش بالضبط ثم الحق. حاجات قلت هم تهدد السلام. ريت حتى الوحدات اللي برا العروس اللي عاملين هكا هناك 8 ولا 12 هذوكم توا قال لك يلزمهم يجيو فريق مختص من كوريا ولا منين خاطر الوحده هذيك اللي تشد البوند هذيك اللي هابطه هكا قال لك ثم فيها ليكيد يلزموا دو تيتر انجكتي. نسمع في حاجات بالرسمي تقول الحاجات هذوما يعني حاجات بالرسمي مش الدوخ يعني حاجات دونك هما لقاو الحل السهل فرغ استاد. يا ولدي فرغ استاد سامي يا اخي انت الكارثة ما يكون زاد علي قاعد اللوطه صحيح كان اللي قاعد الفوق معناتها ما خايف لا مش كيما يكون الفيراج ثقيل بالعباد الفيراج ثقيل المشكله فلوس ولا مشكله شنو المشكله كل شيء تراخي المسؤولين اللي لاهين ما ثماش صيانه يعني كان يعملوا كليك تو يلموهم الجماهير المشكله في الصيانه كيما انت يسمع ثم تشد كارو يتنحى الكارو الاولاني يطفي عليه الضوء اللي بجنبه يولي يتقلع واللي بجنبه هي ماشي ماشي مختار نتاع سلامة نتاع العباد هذاك علاش الكاف يعني هذاك فارغ هو او فما بارتي اخرى زاد خط ما فيهاش كراسي الكاف ترفض باش تحط جمهور في بارتي ما فيهاش كراسي باش نحكي حاجه بصراحه الكام تاع زويتن والكام تاع رادس نتصور فيها تداخلات انهم ما يحبوش الجمهور يحضر بعدد كبير وكهو راي صحيح لا نتصور لا نتصور هو الحل الاسهل لا خاطر الحل لا لا خاطر سامي راهو انا امور سياسيا ما يحبوش 50000 في رادس راهو جيري زويتن ما يحبوش ديما يخرجوا حاجات نحيي نساه زويتن اي معناتها حتى الحومه ما عادش نجم اي معناتها اي فوالا يعني انا ما عادش تحكي على زويتن اي كي تحكي لي على زويتن وهو عندك اسباب اخرى تخليه ما تلعبش فيه نتصور حتى رادس عندك اسباب اخرى تخليه ما تلعبش فيه بالعدد ال 50000 هو الحل الامني بالنسبه لو فهمتني ولا ايه يعني تنجم تخرج انت اسباب اخرى باش تحمي باش تقول ديما خلي العدد صغير وخلي 27 30000 ما توصلش ل 50000
اذا كان اذا كان تلعب بسلامه ال 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 كيفاش تقول تلعب سلامه الناس وتلعب سلامه المتفرجين وتلعب سلامه الجماهير رب عذر نقبحه من دم. اسلام فما حاجه على المستوى التعامل الامني تو انت امنيا يا اخوي ما عندكش تسكر علاش تخلي العباد ترقوبي تقعد غاديك من الماضي ثلاثة راك انت تنجم العباد هذوما ملي هما جايين تبعهم خويا راه ما فماش تسكر راهو اللي باش ينقوا في البلاصه هذيك راهو باش نتموا سكر شنو فما تسكر فما تسكر باش سمع اي هما مختار شادين صف شادين صف كيف اي شادين صف معناها تجيب انت 20000 باش يقصوا 9000 ما هو زيد مختار اسمع ما فهمتكش زيد اليوم الحاكم اليوم باش يطرد العباد وشكون باش يروح لك يقول لك انا عندي سؤال اخر ربي سؤال اخر خليه على الانترنت سؤال اخر اي نوع من المعكس هذا هو الانترنت تحكي وتعبي تحكي امشي للانترنت ما خرج الامور من يدك وقول هاني انا هاتيني انا مش حط فيها شك زاد يمكن 9000 تسكره زاد ثم ثم معارف ثم كذا ثم اكيد السوق السوداء وعباد سامسونج فيها الحكايه هذيا تخرج من المشكله تو نحكيو احنا علاش تو كي تجي تشوف تو ما نعرفوش احنا قداش باش تستقبل معناتها باش معناتها احنا الدومي فينال يا اخي شنو الفرق ما بين الدومي فينال والفينال؟ شبيه ما صارش في الدومي فينال هذايا؟ خاطر العدد كبير. العدد كبير و الناس كلها تحضر ليه ليه؟ ما اخي شنو الفرق يا اخي الدومي فينال يا اخي موش موش زاد زاد كيف كيف زاد الدومي فينال زاد عنده قيمته زاد كيف كيف؟ انا قلت لعل فما حاجة أخرى وراها شيء هذا. مروان أنا معك الأنكار عنده قيمة. عنده قيمة. في تونس لا في تونس. ليه يا سامي؟ في تونس لا في تونس. في تونس فينال فينال. الفينال جاء مع ترشح الكوب دي موند. الناس شيخة. خاطر ترشح كوب دي موند جاي غاديك ولا هي ماهوش اوبجيكتيف تشامبيونز ليغ معناها كما ترشحوش كوب دي موند ما يحضروش لا عاد سي كامل ما غير دول يا اخي نحكي لك انا الهمه جايه معناتها سامحوني في الكلمه هذه عسبيه ما صارتش في الدومي فينال انا نقول فما ايادي وراها ممكن لا 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 انا نحكي لك كوب دو تونيزي تصير اسمعني لا نحكي لك مروان الجماهير ما نحكيوش مع بعضنا فقط مروان الجماهير التونسيه هي جماهير مناسبات هذه حاجه القاعده اللي احنا نعرفوها في الترجي معناتها جماهير الترجي مناسبات توا نعرفوها نعرفوها ريت لا نحكي لك ريت لو كان يحضروا كان في الفينال ريت لو كان الفينال يحبوا 200000 توا يحضروا 200000 صارت لنا برشا مرات في الفينالات صارت لنا في فينالات في 40000 في منزه وفي والله قاعده لبرا روحت 20000 والله العظيم هذا مناسبات والله العظيم والله العظيم انا عندي من العائله مكشخين ما كلمونيش دومي فينال يقول لك والله في الفينال كلموني الكل بربي تنجمش دبر لنا تسخين تنجمش لا صحيح فينال وحده راه الفينال وحده يكونوا يجيو 10000 20000 يحبوا يحضروا وحنا ندبر لهم من عند الاهلي ندبر لهم لا الاهلي في اللوج في اللوج باهي ما وين هو ذي زريقه البارح البارح شفنا حركه حلوه من حمد المدب في المطار أصر باش يمشي للكار نتاع الاهلي وهبط علي معلول باش يسلم على علي معلول قال له هبطوا علي معلول نحب نسلم عليه علاش هذا كيفاش بريسيون تاع هذه معناها تقدير الملاعب هذا وقيمه الملاعب هذا عنده مكانه خاصه ظهر لي عند الجماهير التونسيه الكل معناها لا مش بالكيفيه هذه يا سلام الحقيقه ممكن كل واحد ورايه وانا راه ماتش معناتها امبورتون نحكيو على بريمير اوبجيكتيف تاع الترجي تشامبيونز ليغ راه المسالمات هذيا والترحاب مش يجي قبل الماتش كملاعب انا راه انا ساعات تجي هكا تبردني معناتها تدخل راي في الكونسنتراسيون تاع الماتش راهي الحكايه هذيا راه ما فهمتش لا معناتها كل واحد شي حامي على ترابوش نستقبلك ريت من بعد معناتها نربح كترجي معناها ما كانوش تستقبل عيط لك علي معلول نعملوا عشاء ونفرح بيك ونتفرد ونشيقوا على رواحنا ويرحم والديك اليوم ربحت الترجي وانت خويا برا عنا روتور كذا ليه ما ما فما فما ما فماش في اوروبا لا موجود لا ما فماش لا موجود ما فماش موجوده وريت انت موجوده في اوروبا بدليل الاشكال ها باش نقول لك انا نعطيك بدليل الاشكال انا راهو اسلام راهو كل واحد ورايه هذا راهو اي انا موجوده خل نكمل انا انا راه لا خل نكمل لك بدليل الاشكال اللي صار بين بي اس جي وبرشلونه ما ندخلوش في الاوروب يا سي كمان مش موجوده ما ندخلوش غاديك بالتفاصيل في باريس اش عملوا طفيوا الضوء ما بعثوش البروتوكول مستنسين يبعثوه العدد نتاع الليبي خالصين سي كامل على تونس علاش قالوا هما وقتها قالوا انه البي اس جي بالعاني تستغل في الازمه الماليه نتاع برشلونه باش ما يجيوش العدد اللي مفروض يحضر فرئيس
رئيس برشلونة وقتها في ردة فعل الى ديبونسي 120 ميل اورو وشريت ساكر وحده من مكتوبه الخاص. دونك موجوده لا تراديسيون تاع انك تستقبل وتجيب واحد موجود. في قاموس نحن توا كامل اسمعني ليه 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 سي كامل ليش كامل سمعني لحظه خلي كامل حمدي ما فهمتوش خاطر بالباهي يعني. باش نقول لك علاش فهم عندي ماتش فينال وعلي معلول مع الاهلي معناها ما كانوش اليوم الرئيس كان فاهم عاد مش نفهم حتى ما كانوش سلم عليه ما فهمتش ليه ذي ما قللش من الاحترام تاع سي حمدي المد بصراحه انا كراي شخصي ما نمشيش نسلم عليه وما نرحبش به علاش عندي فينال يهمني في الترجي شو علي علي معلول كيفاش ودي ما يهمك في الترجي في عطينا ما علاقات فينا علاقات شنو قبل تروح فينال تقول لي علاقات يا سلام يعني معلول ولدنا ولد تونس ونشجعوه ونشجعوا الترجي ونشجعوا علي معلول انا بار برانسيب نمشي بمخي ما نسلمش عليه باهي علي معلول علي معلول يلعب مع الاهلي جا السوسه ما عادش تقابلته قبل لا ما تقابلوش ما تقابلوش ما تسلمش عليه طفي تبع في التونيل ندخل نورمال سلم انا حتى كنت انا امي ما نعرفهاش كنت في التونيل كي ندخل فماش سلام البوس والتعنيق ما فماش حتى غلطين جواريت اللي نعملوا فيه حتى في تونس راه عندي ماتش ليتا احنا جواريت كنا من بعد الماتش نبداو اصحاب شنو الريق اللي نعملوا فيه في تونس ايشافمون قبل ايشافمون ندخلوا التيران نسلموا على بعضنا بالبوس جواريت يهديكم ربي فما عبيد فما شعار نلعبوا فيه ما تكون مش حلب راهو ليه يا اسلام يا اسلام راهو غلطي نعملوا فيه شو غلط مره مسلموش ريتم بعد ريتو علي معلول كتوسي كملوا ماتش الترجي بين اليوم علي معلول ضايع هاي المنكور هاي باش يقولوا راهو جاي يسلم عليه حمد المد مش مروان 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 هنا غلط راك ليه ليه يا سامي فاش هو غلط خنت في حاجه يا كلمه اسمع كلمه دقيقه انا نتفرجوا في الكوره هذايا انا نتفرجوا اخزر له اخزر له اخزر له ما سلمش ما سلمش مروان انت في مخك انت تملك الحقيقه واحنا لا 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 مش في رأي حتى في رأي قول الحقيقة هذا رأي في رأي لا لا في رأي قول الحقيقة كمرو نسمع اي فوالا انا نتفرجوا في انت في الكوب دوروب ونتفرجوا في التيم نحن الاوروب نحكيوا في تونس اسامي اسمع طلع باش غالبينا توا نحن في تونس هاو نتفرجوا في الاوروب هاو نتفرجوا في السيتي احكي تونس 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 احكي لي في تونس خلي كمل مروان البريزيدون بريزيدون ولو جوار جوار اللي يعملوا البريزيدون ومسؤول عليه هو البريزيدون مش مسؤول عليه الملاعبي انت كام لاعبي كام لاعبي البريزيدون والاداره تترحب عنده البروتوكول نتاعو خلينا نكمل عندك عنده البروتوكول نتاعو عنده طريقه كيفاش يعيش عنده كيفاش يعمل عنده كيفاش يقص لي بيه عنده شكون يستقبل انت كام لاعبي عندك 90 دقيقه شنو مدخلك في الحاجات الزايده يجي حمدي المد بيهبط عليه معلول انا نتصور حمدي المد ابو خلي بالله خلي كمل ما بعد كله غلط خلي كمل انا راني حمدي المد ابارامو ما نحبش نسمع قالك ابارامو 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 حمدي المد والبريزيدون تاع الاهلي ابارامو صحاب باهي ما يقعد هو البريزيدون يسيب اللاعبين خلينا نجم اللاعبين حمدي المد هو ما نمشيش علي معلول نروح علي معلول ولا حمدي المد هذاك هو مسؤول على روحه مش الملاعبي مسؤول عليه يا خلي الملاعبي عنده خدمه في التيران كمل ماتش انت عندي المد يا ودي يا سامي عمال يا سامي انت تمشي لحمدي المد بغلطك حمدي المد ومش كاور يا ودي ما نمشيش الملاعبي الملاعبي خليه يخدم على روحه عنده خدمته في التيران هذيك ربي يا سامي راه حتى مصلحه التراجي راهو نحكي بالله باش نقول كلمه يا اخي هو هز ومعناتها قعد لا يحكي يا اخي يا اخي كمان اي عدل لعبي اليوم عدل باش تبردوا الماتش باش تبردوا باش تبردوا عادي المد مش في الليسته راه يمشي يلعب مش يلعب هذه مش فاهمها بلا لحظه خلينا نقول كلمه يا اخو هز وتعشى معاه واحد والله العظيم سلم عليه قدام الناس الكل ما فيش شيء انت قلت لي في تو في كلامك قلت لي مشينا علي معلول نحب نسلم عليه حاب يسلم عليه انا راه الفيديو هذا الفيديو هذا ريناه الكل علاش فما حاجه مهمه راهو العبيد كانت داخل المطار وخرجوا مع بعضهم راهو صدفة حمدي المد قال وينو علي وين علي هاك جميع اللي دايرين مسي حمدي المد الكلمة اللي قالها سيدي دخلوا للكار وهبطوا عليه ورينا عليه كيفاش حتساكو وطلع احتراما علي زياده اخويا انا 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 بيت كل واحد ورايه يا لا يا مروان انا ما نسلمش عليك ايه الفيديو كنت تفرج كنت تفرج الراجل يعيط لك باش يجي ما تقول له ما نسلمش عليك في الكار تعرف ايش قالوا نسمعوا فيه يا علي سي حمدي يحب يسلم عليك اكدوا لهم ثلاث اربع مرات كهبط الحقيقه رينا بوستين ورينا كذا تسلم علي ما هبطش عليه سلم عليه من بعد تي ليه مش خم بعد
نظام ترتيب من حمدي المد برا لوج انت فاهم علي معلول صحيح برا لوج شنو المشكل فما حاجه فما حاجه فما شنو المشكل فهمت شنو المشكل تي سيمي تولينا في شنو المشكل عندي في نار مش سايب الطرحه يا ودي انت ما تعرفش انا انا ما تعرفش اذا كان انت خايف على انت خايف على علي معلول شكون بارز هو اليوم في الاهلي شكون بارز شكون قاعد يعطي في رمضان ولا سامحني شكون قاعد يعطي عندك من علي معلول اي صحيح بلي علاش ما ناخذ من الناحيه الايجابيه يا خويا ما نقولوا معاك جمله خلينا هو قال لك في التنين ما سلمش ما سلمش انا هو قال لك ما سلمش انا كنت ملاعب هكاك ما سلمش انت هذه بوس وتعليق في التراب بلا شك ما سلمش ما سلمش انا زفرت له راهو يبدا ما سلمش ما بدا يعمل عركه ما سلمش انا سلمتك يوم كله حب يعمل عركه انا سلم عليك ضيع لي كونسنتراسيون انا ضيع اي هذه تبعتك انت مش بعتي علاش ما ناخذوهاش من ناحيه ايجابيه تنجم تكون رساله من حمد المد بالجمهور الترجي نقص ومسب وشخاطر اكيد باش يتلقى وابل مش يا خويا كل واحد ونيته مالك لازم تكون رساله خويا انا جاوبني على سؤالي شنو هي المشكل انه حمد المد بحمد الله وملاعبي صحيح باش يفقد الكونسنتراسيون لا ما حتى ليليماج للترجي وللملاعبيه اللي تراه ليه 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 خلينا خويا خلينا ما نسلمش عليهم انا عندي فينال انا كل شيء غلط انا ليه يا سامي يا سامي مش كل شيء يا خويا انا بارب نقولوا ديما كل شيء انا بارب نسيب مانيش ضد علي معلول اي تقول كل شيء غلط احنا اسمع احنا بنشجع الترجي وبنشجع علي معلول اللي عنده حمدي المد بالبارح اش نعطيك انا رايي اش نعطيك رايي كل واحد ورايي اش نعطيك رايي انت مع اللي عملوا حمدي المد بالبارح مشى رحب بفريق الاهلي كتونسي كتونسي تو مش حتى مرحبا بهم الكوره كوره واضح يعطي صحه يعطي صحه يعطي صحه لو كان السياسيس يعطي صحه لو كان السياسيس ورئيس السياسيس مش سلم على علي علي ما سلمش على علي عادي عادي ما وين كبرها الحكايه لا ما كبرهاش انا اكثر من حجمها ما وين سامي فنيا اعطينا البارح التشكيله نتاع الترجي نتاع المقابله من ميش باش يكون في الكاج على اليمين بن علي نفسها تقريبا التشكيله على اليسار بن حميده تو جاي مرياحه هلود قا الشعلالي غشه ساس ورودريجو تقريبا نجم نقولوا لقى تشكيلته كاردوزو اون شونج با كيب كي غاني معناتها كاردوزو نورمالمون معناتها مقتنع ال 11 اللي يلعبوا ولا 13 ل 14 اللي يدور فيهم هما بيدهم معناتها ماكسيموم معناتها حتى في لي شونجمون تقريبا حتى في الوقت زاد في الدقائق ولينا نجموا نعرفوا لي شونجمون شكون عنده شكون حاضر شكون مش حاضر فنيا نتصور كاردوزو باش يهبط بالطريقه اللي لعب بها مع سان داونز يعني نقولوا احنا البلوك ميديوم مش باش يطلع برشا مش باش يطلع بلوك او باش يخلي اللعبه متقاربه باش يخلي الاخطاء شكون اللي زيكسبلوا اللي نتاع الملاعبيه عنده نقولوا احنا عنده مارش صغيره مع الـ مع الـ مع الدزين تاع الببليك مع انك تلعب سيرت في رادس مع الضغط مع كذا شويه نجم يقول لك نجم نخرج انا زيرو نجم نخرج بسكور قريب سيرتو زاد في البلاريتي نجم نخرج نجم ينجم الطريقه هذه كانت فعلا فنيا مانيش باش نبدلوا برشا ال 4 3 3 مع ليبرتي صغيره الساس ينجم يلعب كوميلي ينجم يلعب الوسط ينجم يدخل ريجيسور ينجم يعمل الباس الاخرى في البلاريتي ما استغليناش سان داونز البلاريتي نجموا نستغلوا الاهلي الاهلي ما عندهاش برشا في البلاريتي ماهيش قويه نجم نقول لك ماركيت كان ما ماركيت حتى بونتو في البلاريتي الاهلي في السنه ماركيت كان ثلاثه بونتو بالراس الارقام تاعها ضعيفه برشا في البلاريتي نزيد نقول من هنا من الميكرو هذايا الترجي تركز برشا على البلاريتي الترجي قوتها الماتش هذايا في البلاريتي يلزم نخدموا برشا 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 قدام الكاج ونكونوا اجريسيف معاهم ونكونوا قويين القدام نتصور ثم بونتو بالراس ثم بونتو من رودريغيز ثم بونتو جاي سيرتو في المارش هذايا الاهلي عنده مارش كبيره عنده تقريبا عنده 29 ماتش فينال في ماتش نهائي 29 عنده 12 ربح عنده 12 تعادل عنده 5 خسائر الارقام تاعو عاليه برشا في النهائي عنده تركيز كبير هذوما هما راه الجمعيات الكبيره اللي نقول لك انا في النهائي ينجموا يمشيوا ينجموا شكون مقابله بين زوز فرق نور افريك تكتيك باش يغلب عليها برشا تكتيك باش يغلب عليها برشا اللعب نقولوا احنا المنظم اكثر الاحتياط ميميش عنده رول كبير زاد قدام الكاج باش يلقى روحه
الوان شويه الديفونس عليه باش يلقى الظهر نتاع نتاع الديفونس، يلزم يكون فايق باش يلقى روحه في لاكونتران، باش يلقى روحه في الفراب القريبه، باش يلقى روحه كيما ماتش ليتوال بونتو الثاني نجم يلقى روحه في سيتياسيون صعيبه شويه. عندي سؤال باش نسالوا الثلاثه بخلاف سامي العروسي، مختار دبوس، كمال بن خليل ومروان تاج قبل الاخبار بسرعه. مختار شكون تشجع في النهائي؟ انا الفريقي بين الاهلي والترجي في النهائي شكون تشجع؟ عندي خويا يطبع فيا احتراما، خويا مكشخ نحبوا يفرح الحقيقه. تشجع الترجي؟ تشجع الترجي. كمال بن خليل؟ بكل صراحه ما نشجع حتى حد. ممثل كره القدم التونسي؟ ما نشجع حتى حد، واضح. كيما حاتم ترابلسي؟ تحبني؟ لا لا حاتم انا راه ما نشجع. تحبني نكذب؟ مش لا لا سالتك باش تقول الحق. نزيدك اكثر منك والله لاني متفرج فيه الماتش. ما يهمكش المعنى والله لاني باش نتفرج فيه. لو صارت حاجه في اللوف قلت لك قدم. لا لا مختار مختار الناس راهو اسمع عندي انت فدليك الناس. انا جاوبتك بصدق. باهي مروان ناقص انا تخلي لي خل تعدي وقت الاخبار برا. ما تحبش تجاوب؟ تعدي الاخبار تقول لك في الاوف. باهي نمشي للاخبار وبعدها خليني نرجع.